اللي راح هركب ايه في مرفأ بيروت؟ انفجار. تفجير أم انفجار؟ سؤال حير الرأي العام اللبناني والمحلي حول الكارثة التي حلت بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس عام 2020. وبعد 3 سنوات على الفاجعة لم يجد أحداً لهذا السؤال جواباً، وذلك في ضوء الخلافات حول تفسير نصوص دستورية وقانونية متعلقة بمسار التحقيقات. وأياً كان الكارثة انفجاراً أم تفجيراً، فإنها هددت الاقتصاد والأمن الغذائي للبنانيين بشكل غير مسبوق، إذ وقعت هنا في الميناء الذي تمر عبره قرابة 70% من حركة التجارة الصادرة والواردة من وإلى البلاد. واليوم وبعد مرور 3 سنوات على الكارثة، هل تسير الأمور على طريق التعافي؟ سؤال من ضمن أسئلة عديدة نطرحها على ضيفي عالي وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان أمين سلام.